لماذا يسكن الوطواط في الكهوف؟ حكاية من الأدب العالمي القديم. كان يا مكان في قديم الزمان حرب طاحنة بين الحيوانات والطيور. إخواني الطيور، أيتها المخلوقات المجنحة، تعالوا تجمعوا. جميع الطيور تجمعت حول القلعة الحجرية حيث يسكن ملك النسور. وفي الجانب الآخر كانت الحيوانات قد أيتها الحيوانات تجمعي، أيتها الحيوانات ذات الأنياب تماسكي. وحيث يسكن ملك الغابة تجمعت الحيوانات كلها. دعني أفكر الآن إلى أي جهة أذهب. نعم، أنا عندي جناحان مثل الطيور وعندي أسنان مثل الحيوانات. إلى جانب من أقف يا ترى؟ إلى من أن نعم، أنا هذا جناحي وهذه أسناني، سأقف إلى جانب القوي. نعم، هو المنتصر وسأكون معه. يا لمكر ويا لفكرة الوطواط. وعلى قمة الجبل الصخري تجمعت كل الطيور حول النسر ملبية دعوته بضرورة الحضور. من تكون أنت؟ أنا الوطواط، أنا الوطواط يا سيدي. نعم، ألا تعرفوني؟ ماذا؟ وطواط؟ هل أنت واحد منا؟ لم أرك من قبل. ربما جئت للتجسس علينا. نعم، جئت للتجسس علينا. لا 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 يا سيدي، أنا عندي جناح وأستطيع الطيران. انظر أنا مثل بقية الطيور، ألا تعرفوني؟ انظر إلي. نعم، حسنا، يمكنك أن تنضم إلينا. إلى الأمام، تقدموا. والآن تعالوا لنرى ماذا حل بالحيوانات. جميع الحيوانات تجمعت حول ملك الغابة. لقد جاء العدو، جمع من الطيور متجهة نحونا. والآن إلى تحطيم هجوم الطيور، تقدموا. وهكذا بدأت الحرب بين الطيور المجنحة والحيوانات ذات الأنياب الكاسرة. إلى الأمام يا أخوان الطيور، تقدموا، حطموهم. إلى أين ذهب ذلك الوطواط؟ إنه مختبئ خلف الشجرة. من سيتصل يا ترى؟ تراجعوا إلى الغابة، تراجعوا. وهربت الطيور إلى الغابة القريبة، لقد أتعبها الطيران المتواصل أثناء المعركة. يبدو أن الحيوانات قد انتصرت. نعم، الطيور هي التي خسرت، يجب أن ننتمي للحيوانات، إذن هذا أسلم. يا لمكر فكرة الوطواط، وطار في الحال باتجاه ملك الغابة. طيور بائسة، أنا سعيد بانتصاركم يا سيدي، سعيد جدا، فلتعش الحيوانات، لقد قاتلتم بمسالة، أنا فرح جدا. من تكون أنت؟ لم أرك من قبل. أنا الوطواط يا سيدي، حيوان مثلك، انظر إلي، انظر إلى أسناني، إنها حادة تماما كأسنان هذا الجر. نعم يا سيدي، قوي ومثلكم. نعم، أنا أحبكم جميعا. تشبه الحيوانات؟ واقتنع ملك الغابة بوجهة نظر الوطواط. فلتعش الحيوانات، فلتعش الحيوانات، ولتسقط الطيور. نعم، فلتعش الحيوانات. إخواني، لنستعمل خطتنا السرية، لا شك أنها أفضل، ما رأيكم؟ ها؟ نعم. إلى الهجوم المضاد. الآن
سوف تنتصر. رائع رائع رائع، نحن الطيور، نحن سوف ننتصر. نعم نحن الطيور ننتصر. يبدو أن الوطواط قد ذهب ثانية إلى معسكر الطيور. اهجموا بعنف، اهجموا بعنف. رائع رائع، نعم أنتم الحيوانات أقوياء كما كنت أتوقع، أقوياء جدا وأنا معكم. نعم أنتم أقوياء. رائع جدا. لقد انتصرت الحيوانات، انتصرت الحيوانات، انتصرت الطيور. نعم الطيور انتصرت، تعيش الطيور، تعيش الطيور. ماذا الطيور بالحيوانات؟ يا إلهي الطيور، الحيوانات، الطيور، الطيور، لا أدري، لا أدري، لا أدري. نعم أنا معكم، أنتم أقوياء جدا. وقاربت الشمس على المغيب وتحطمت قوى الطرفين. ملك الغابة والنسر أدركا كم كانا مخطئين عندما بدأ هذه الحرب. لقد بدأ بالتفكير الجاد لإنهاء حالة الحرب وعقد معاهدة سلم. لنضع حدا لهذه الحرب الطاحنة. صدقت، من الآن فصاعدا نحن أصدقاء. عاش السلام. وهكذا انتهت الحرب، ولكن الوطواط في محنة. ما هذا؟ من الذي انتصر؟ إذا لم يوضح موقفهما فأنا لا أعرف إلى أين أذهب. وجاء اليوم الذي سيحتفل فيه بعقد معاهدة السلم، وتجمعت الطيور والحيوانات والسعادة تفيض من وجوههم. مرحبا بكم، مرحبا، أهنئكم جميعا. الحقيقة إن السلم شيء جميل. نعم السلم هو الأصح، ولكن الطيور كانت في الواقع هي الأقوى. نعم إن الطيور هي الأقوى، هذا صحيح. نعم نعم هذا صحيح. نعم يا سيدي لقد اتسخ جناحك. ها نعم، من المعركة كنت قويا وشجاعا. لماذا تضربني؟ ها لماذا؟ اذا الحيوانات هي الاقوى، وليعش ملك الغابة. نعم انت يا سيدي انت اقوى منهم جميعا، وجماعتك الحيوانات اقوى من الطيور الف مرة. لا 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 انا اخلي لك برلي باتي كريك تابار. لا كذب كذب، انه مخادع. نعم الى اي فصيلة انت تنتسب؟ أنت من الطيور؟ أما أنا لا أدري، أنا في الواقع من الحيوانات ولكن لي جناحان. نعم انظروا يا إلهي. نعم أنا من الطيور ولكن لي أسنان وجناحان. إذا رأيتك مرة أخرى هنا سأمزقك إربا إربا. هيا اخرج. وإذا شاهدتك تتجول بالقرب منا فسوف أمزق جسمك إربا إربا. النجدة النجدة يا وهكذا طرد الوطواط من كلتا الفصيلتين. لم يعد له علاقة بفصيلة الطيور ولا بفصيلة الحيوانات.
وانتقل من يومها إلى حياة الاختفاء والعيش في ظلمات الكهوف. آمل أن تكونوا قد عرفتم لماذا تعيش الوطاويط في الكهوف.